السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في منطقة قلي توك شاهد الحصان. الحصان على جبل ابوه. وهاي منطقة قلي. ابو عباس شنو رايك يعني منطقه هذا الجبليه وبعد شاهد البيوت اللي على سفح الجبل؟ اي احنا الحقيقه لازم كما تشاهدون اعزائي المشاهدين متابعينا، احنا الان بعدنا مستمرين وياكم في نقل منطقه قلي توك، وهذا اصغر مسافر وياي عباس. شاهد هذا منطقة عوائل. الحقيقة أنا قبل كم يوم جيت صورت هنا، أنا ما كانت شيء ازدحام، لكن اليوم ازدحام فظيع جدا اليوم. شنو رأيك؟ ها؟ شنو رأيك؟ والله التوب التوب. خوش. دوب التوب. كما تشاهدون احنا اليوم في قلي توك وجلسة عائلية جميلة جدا للعوائل مالتنا، وهذا هو احد المطاعم. طبعا احنا ما نقدر نصور العوائل، وهذا اللي هو شاهد امامنا اللي سيارات فوق، هذا هو سد توك. اليوم حقيقه ازدحام شديد بهذا المكان عكس الرحله اللي قبلها، اللي كان العدد هنا تقريبا بس انا موجود به. خلي اشوفكم ما ادري شنو اشترك فوق.